في الأسبوع الماضي المجلس الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بمراكش سابقا قد قرر بالإجماع يقضي باستقالة جماعية، استقالة الفرع المحلية، استقالة المنظمة الموازية للقطاعات السوسيومهنية والشبيبة. فعلا الأغلبية العظمى أو لجل هذا الرفاق كلهم انضبطوا. قررنا كذلك بالإجماع الاندماج، وأؤكد هنا على كلمة الاندماج وليس الالتحاق. احنا ما التحقناش بدال، احنا اندمجنا في الاتحاد الاشتراكي، لأن جينا بواحد الرصيد نضالي، جينا بهياكل منظمة ودخلنا الاتحاد الاشتراكي اندمجنا فيه. استقبال رائع خصو لنا الأخ الكاتب الأول الأستاذ دريس الشقر، ناقشنا معاه، كان استقبل واحد الوفد يتكون من الرفيقة الأستاذة فاطمة الشقر الكاتبة الإقليمية سابقا، والأستاذ الرفيق سفيان بن المقدم منسق قطاع المحاماة وممثل للشبيبة الاشتراكية. كان نقاش عميق حول المشهد السياسي، والأخ الكاتب الأول الأستاذ زقلع عبر لنا على الفرحة ديالو بهذا اللقاء، وأكد لنا بأنه لقاء تاريخي وحدث تاريخي وخصو ياخذ ما يستحق. كذلك كان واحد الاستقبال حار من طرف الإخوان ديال الكتابة الإقليمية للتعاون الاشتراكي بمراكش، وعلى رأسهم الكاتب الإقليمي الأخ الأستاذ عبد الحق العندليب. وغدا إن شاء الله كاين احتفال في المقر ديال الكتابة الإقليمية ديال الاتحاد الاشتراكي بالإخوان والأخوات المندمجين، الرفاق والرفاق اللي كانوا مناضلين في التقوية الأجر. اختارنا الاتحاد الاشتراكي نظرا لأن عندنا قاسم مشترك هو المشروع المجتمعي اليساري. كذلك اخترنا هذا الحزب لأنه حزب عتيد، حزب وطني متجذر في مدينة مراكش، متجذر في المغرب، حقق مكتسبات كبيرة للمغرب في حكومة التناوب. حزب الاتحاد الاشتراكي كيف قلت لك كاين واحد القاسم مشترك، وأكثر من هذا حزب يتمتع بالديمقراطية الداخلية وباستقلالية القرار، وهذا ما يهمنا. وحنا تنبحثوا على ظروف ملائمة، لأن الاتحاد الاشتراكي ما هو إلا إطار للعمل، والتقدم كان إطار العمل في التقدم، ما لقيناش الظروف الملائمة للعمل. تنتمنى وتيبان ليا بأن غادي نلقاو الظروف نظرا للوعود اللي تلقيناها من الأخ الكاتب الأول دريس الشقار، ومن الكاتب الإقليمي وجميع الإخوان تاع الكتاب. كذلك أنا شخصيا كمناضل يساري كانت تربطني ولا زالت تربطني علاقة جيدة مع الاتحادين والاتحاديات كلهم في مراكش أو في المغرب، لأن كنا تناضلوا جميعا في مسائل حقوقية وفي مسائل نقابية وفي محطات اجتماعية. لما التحقنا تنظيميا بالتقدم والاشتراكية كانت الظروف صعبة، بحيث تعرضنا لبزاف ديال المحاولات والمضايقات من طرف المناضلين اللي كانوا سابقين تماك، ولكن واجهنا داك الشيء بحزم وبالعمل وبالجد. ملي كتولي المضايقات كتجي من عند القياده، وكيما تنقول القياده ما تنعنيش المكتب السياسي، اعضاء المكتب السياسي كلهم عندي معهم علاقه رفاقيه وعندي معهم صداقه وتجمعني بهم علاقه طيبه، وكلهم احترمهم وكلهم مناضلين مناضلون وطنيون شرفاء. إذا نقول القيادة هو الأمين العام الأستاذ معمن نبي عبد الله، وعضو في المكتب السياسي اللي كانت يحركه باش يخلق لنا العراقيل، ربما نزعجوا من هذه القوة اللي وصلها حزب التقدم والاشتراكي مراكش، لحسابات أنا شخصيا لا أعرفها.